أحوال جوية غير مستقرة تترافق مع تكاثر السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة خلال الأيام القادمة. يتوقع بمشيئة الله أن يتجدد تشكل التكونات الركامية فترة ما بعد الظهر على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة بما في ذلك الطائف، كما تتشكل سحب ركامية متفرقة على أجزاء من جنوب غرب المدينة المنورة، وتكون الأمطار متفاوتة الغزارة ومترافقة بحدوث العواصف الرعدية، بالإضافة إلى أنها تسبق في العديد من الأحيان بنشاط كبير في سرعة الرياح التي قد تتسبب في تشكل الأتربة والغبار في بعض المناطق وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً. تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها الاعتيادية في عموم مناطق المملكة، إلا أنها تكون أعلى من معدلاتها بشكل واضح في الأجزاء الشمالية الغربية، مع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً باستثناء المناطق المرتفعة والمرتفعات، في حين تتحول إلى مائلة للحرارة ليلاً مع ارتفاع واضح في نسب الرطوبة السطحية على المناطق الساحلية. نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.